السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا بخير وبصحه جيده ان شاء الله. حبيت اليوم نشارك معكم هذه الوصفه. صراحه قديمه كيستعملوها الناس القدام وكل شيء، وهي زوينه وصفه طبيعيه. انا استعملت فيه شويه ديال المسك، حكيته بالحكاكه البلاصه الرقيقه والشبه. الشبه هي يقولوا العطار بني تشروها يطحن عليكم مزيان، ولا طحنوا انتم في ديركم وغربلوها تتكون ملسه. المهم انا وريت لكم الحكاكه الجهه فاش حكيت المسك، هذه الجهه رقيقه بزاف. وشوفوا انتم الا كان المسك يعني الريحه تاعته عاطيه بزاف، تقدروا ديروا فيها غير ربيع تاع المعلقه ولا نص معلقه وتخلطوها مع الشبه. المهم انتم تشوفوا الريحه كيما انتم كتحكموا في الريحه قداش يعني باغينها. المهم هذه هكا تكون ناشفه، نديروها الرجلين ملي تكون ديك الريحه، الا كانت ريحه خانزه ولا تعرق ديال الرجلين هكا، منها كتحارب الفطريات ومنها كتعطي واحد الريحه زوينه. نقدروا نديروها حتى في السبرديله من الداخل ولا الصباط، كيعطي ريحه زوينه. وهنايا كنوري لكم الا بغيتوا تستعملوا تحت الابطين تقدروا تستعملوه مع شي كريمه مرطبه هكا ديالكم نتوما، بحال نيفيا ولا اي كريم كتستعملوه، خلطوه مع هاد جوج يعني الشبه والمسك، خلطوه حتى تجي كريمه، وبقاو دهنوا بها تحت الابطين ديالكم. منها كتحيد حتى الا كانت تصبغات تحت الابطين ولا حتى منها كتصفي يعني كتنقي شويه كتبيضو، ومنها كتخلي الريحه زوينه بزاف في الذات ديالكم مده طويله وحاجه طبيعيه. وهنا بغيت نشارك معكم هاد سميتو هاد الماسك هذا، ومنه منظف يعني ثلاثة في واحد، منه منظف ومنه ماسك ومنه مقشر من غارنيي، صراحه زوين بزاف وزوين بزاف الناس اللي كي عندهم بشره دهنيه اولا الحبوب، كديري عليهم بحال الماسك وكتخليه حتى ينشف وتغسليه، زوين بزاف. هذا حبيت انني نشاركو معكم. وحتى هذا اللي سميتو كنغسلو به يدينا، الصابون ديال اليدين كيخلي اليدين رطبين رطبين، بحال درتي ليهم شي دهنه، واخا تغسليه غير بصابون يعني تغسليه بهذا بوحدو، انا عجبني وحبيت انني نشارك معكم. كنتمنى انني نكون عطيت لكم شي حاجه يعني تفيدكم، وكنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتضغطوا لي على زر اللايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.